بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم عندنا ساحبة المطبخ أو الشفاطة يسموها. هذه بها خلل بالنسبة للماطور، يعني الماطور مالتها عاطل، فإحنا بدلنا ماطور جديد مكان ماطور قديم. هذا هو الماطور القديم اللي أريد أقوله بهذا الفيديو. هذا مساعدة للناس اللي حتى يقدرون يسوون الشغلات بالبيت. فبما انه هذا الخارطة نفس الخارطة مع اختلاف الالوان، هنا راح نحكي بالالوان، وهي مو دائما تنجح عندكم الالوان، لكنه بهذا الماطور بما انه الخارطة متشابهة اذا نقدر نستخدم الالوان القديم على الجديد. يعني مثلا الاحمر هنا على الاحمر، هذا السرعة، الاسود القديم على الابيض الجديد، الابيض القديم على الازرق، والأصفر القديم على القهوائي، والأزرق القديم على الأسود. هنا قدرنا نشتغل بالألوان لأنه الخارطة متشابهة، مو دائما تقدر تشتغل على الألوان، يعني شغلة الألوان خاطئة، لكنه بهذا الماطور لأنه الخارطة متشابهة استخدمنا الألوان. الغرض من عندها مساعدة الناس حتى يقدر يشتغل هاي الشغلة بالبيت، يعني يقدر يبدله بالمنزل. تعرفون وضع الحجر الصحي والناس ما تقدر تودي الشغلات مالتها للمصلحين. هنا اشتغل عندنا الماطور، وهاي السربس مالته والقطع الملحقة بهذه الساحبة. هنا للتأكيد حتى تشوفونها، لاحظوا خارطة القديم وخارطة الجديد، نفس الخارطة مجرد تغيير بالألوان. نقدر نقول بأنه الأحمر القديم نجيبه على الأحمر الجديد، والأسود القديم نجيبه على الأبيض الجديد حتى ما يصير عندكم إشكاليات، والأزرق القديم على الأسود الجديد. بالحالة بقالك فقط المكثفات الأصفر والأبيض يقابلها القهوائي والأزرق. فبالحالة قدرنا نربطه ربط صحيح حتى نتجنب احتراق الماطور، لأنه أي ماطور بسرع أو بملف بدائي الربط مالته الخطأ راح يوقعك بمشكلة ويحترق الماطور. رمضان كريم عليكم وتحياتنا لكم.